لينطلق الشوط الثاني. شوط أمهار ومهراجي السنتين مواليد عام 2015، أربعة مشاركين في هذا الشوط وهذه المجموعة. أمهار المستقبل، نطلب من أحد المنظمين أبو جانتي محمد عواودي لتجهيز وإحضار خيول المجموعة الثالثة. وإذا إخواني ينطلق الشوط الثاني على بركة الله، بسم الله ما شاء الله، تورجل يربح حمود العارف متصدر المجموعة من البداية. مقناص الجليل بالمراتب الثانية مع الخيال الزمور، عمر غدير على ساحة عربي بالمراتب الثالثة، صلة الجمال بالمراتب الرابعة تترقب مع الخيال سلمان الأعسم. بسم الله ما شاء الله، مقناص الجليل الآن متصدر المجموعة مع الخيال زنور. ها هي الأمهار تدخل المنعطف الأول وما يزال مقناص الجليل متصدر المجموعة. تمر جونيور بالمراتب الثانية مع حمودة العارف، عربي يندفع الآن نحو المرتبة الثانية مع الخيال عمر ما بين المنعطفين. بسم الله ما شاء الله، هي الأمهار تدخل الخط المستقيم. مقناص الجليل، بسم الله ما شاء الله، مقناص الجليل حسب النتيجة. بسم الله ما شاء الله، بدخول المنعطف الأول مقناص الجليل مع الخيال زنور. مقناص الجليل عربي يندفع الآن في الأطار الأخيرة، الآن مقناص الجليل بالمرتبة الأولى مع الخيال زنور، عربي بالمرتبة الثانية مع الخيال عمر، تاور جونيور بالمراتب الثالثة مع الخيال حمودة العارف. بسم الله ما شاء الله، لكن بسم الله ما شاء الله في المجموعة الثالثة الشوط المخصص لجيل الثلاث سنوات مواليد عام 2014. أمنية طريق علي رشيد الراب، سحاب رشيد، رشيد المجالي ونجم المبين. ما إلا لحظات تفتح الأبواب أمام خيول المجموعة الثالثة. بسم الله ما شاء الله، ستة مشاركين. حد يدور السيارة تحت شباب؟ وفعلا اخواني ينطلق الشوط الثالث على بركة الله. بسم الله ما شاء الله، أمنية البرق مع الخيالة ياس أبو جبل متصدرة المجموعة، هي ورشيد المجالي مع سالم العقبي، سلمان الأعصم على ساحة نجم المبين بالمراتب الثالثة، مهند سواعد مع سحاب بالمراتب الرابعة، الأمهار بالمراحل الأولى من السباق. ما تزال أمنية البرق متصدرة المجموعة، هي ورشيد المجالي، رشيد المجالي بالمراتب الثانية مع الخيال سالم العقبي، سلمان الأعصم مع نجم المبين يندفع الآن. بسم الله ما شاء الله، ما بين المنعطفين الخيول، ما بين المنعطفين، ما تزال أمنية البرق متصدرة المجموعة مع ياس أبو جبل، رشيد المجالي مع سالم العقبي يندفع، الأمهار تدخل الخط المستقيم. نزاع ما بين رشيد المجالي وأمنية البرق على المرتبة الأولى، رشيد المجالي وأمنية البرق، رشيد المجالي وأمنية البرق، نجم المبين يندفع لكن أمنية البرق. بسم الله ما شاء الله، بالمرتبة الأولى مع الخيال ياس أبو جبل، رشيد المجالي مع سالم العقبي بالمرتبة الثانية، مهند سواعد أخرى. وفعلا اخواني ينطلق الشوط الرابع على بركة الله. بسم الله ما شاء الله، ابن رشيد متصدر المجموعة من البداية مع الخيال على اغريفات غزال الصخرة مع سالم العقبي بالمراتب الثانية، الامهار في مجموعة واحدة بالمراحل الاولى من السباق. زنور على صوة هلال تور الان يندفع نحو المرتبة الثانية، ما يزال ابن رشيد على اغريفات متصدر المجموعة، الأمهار الآن دخلت المنعطف الأول، ابن رشيد وهلال طوار بنزاع عن المرتبة الأولى، غزال الصخرة بالمراتب الثالثة مع سالم العقبي، الأمهار الآن ما بين المنعطفين، ابن رشيد ما يزال متصدر المجموعة مع الأغريفات،
الأمهار خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. نزام بين غزال الصخرة ابن رشيد وهلال طوار. نجم الوهاد مع مالك سواعد الآن يندفع، لكن ابن رشيد وغزال الصخرة بنزاع للمرتبة الأولى. أياس أبو جبل على صوت مرقد السرير يحاول، لكن ابن رشيد بالمرتبة الأولى مع الخيال على أغرفات غزال الصخرة بالمرتبة الثانية. سالم العقبي وبرق السيرين بالمرتبة الثالثة مع الخيال ياس أبو جبل. أربعة مشاركات إلى جيل ثلاث سنوات، بسم الله ما شاء الله. وهي تندفع الخيول، تنطلق من جهاز الانطلاق. أحلام الرشيد، رزان، نجمة الرشيد و طيبة، بسم الله ما شاء الله. زنور على صهوة أحلام الرشيد متصدرة في المجموعة. سلمان العصب على صهوة رزان بالمراتب الثانية. طيبة يحتفظ بها سالم بالمراتب الثالثة. ياس أبو جبل على صهوة نجمة الرشيد بالمراتب الرابعة. ها هي المهارات تدخل المنعطف الأول. ما تزال أحلام رشيد متصدرة المجموعة، تليها بالمراتب الثانية رزان مع سلمان الأعصب. سالم الأقبل الآن يندفع على صهوة طيبة بالمراتب الثالثة. المهورات الآن ما بين منعطفين يدخلنا الآن نحو إلى الخط المستقيم. أحلام رشيد مع زنور ما تزال متصدرة المجموعة. طيبة الآن تدفع مع سالم الأقبل. سلمان الأعصب يدفع أيضا على صهوة رزان. الآن أحلام رشيد تم التنازل عن المرتبة الأولى. أحلام رشيد ورزان، أحلام رشيد ورزان، يا سلام، أحلام رشيد ورزان، بسم الله ما شاء الله. شوط رائع وجميل للمهارات الإناث جيل الثلاث سنوات. جيل الثلاث سنوات رزان، أحلام رشيد وطيبة. داخل جهاز الانطلاق شوط السادس، مفتوح الدرجات فئة ثالثة. ما إلا لحظات لتفتح الأبواب. وفل الأخوان، ينطلق الشوط السادس على بركة الله، بسم الله ما شاء الله. حمود العارف على صوت أبابي الأقصى وتصدر المجموعة، بل هو أياس أبو جبل على صوت الشهيرة. أياس أبو جبل، بل هو أحمد أبو جبل على صوت المرتجز. المرتجز متصدر المجموعة مع الخيال أحمد أبو جبل. حمود العارف على صوت أبابي الأقصى بالمراتب الثانية. الخيول الآن بقدرة دخول المنعطف الأول على أغرفات مع برهان البريق بالمراتب الثالثة. الخيول ما بين المنعطفين، الخيول ما بين المنعطفين، بسم الله ما شاء الله. المرتجز ما يزال متصدر المجموعة، المرتجز ما يزال متصدر المجموعة. أبابيل الأقصى يندفع مع الخيال حمود العارف، أبابيل الأقصى يندفع مع الخيال حمود العارف. مالك سواعد مع أمير العين يندفع من الخلف، مالك سواعد مع أمير العين يندفع من الخلف. زيد الراشد مع حامد السلايم أيضا يندفع. إلا أن المرتجز مع الخيال يصاب جبل بالمرتبة الأولى. مالك سواعد أمير العين بالمرتبة الثانية. حمود العارف أبابيل الأقصى بالمرتبة الثالثة. شوط رائع وجميل. شهيرة صح؟ ينطلق الشوط السابع على بركة الله، بسم الله ما شاء الله. رئيس مع الخيال سالم الأقوي وتصدر المجموعة من البداية، بل هو أمير الصحراء مع الخيال إبزي وياس أبو جبل مع صدام المراتب أيضا الثانية والمرتبة الثالثة. ريوس مع سالم العقبي. الخيول بالمراحل الأولى من السباق، الخيول في مجموعة واحدة. أمير الصحراء مع إبزي وما يزال متصدر المجموعة. ياس أبو جبل
ما يزال بالمراتب الثانية مع صدام سالم العقبي يندفع على صهوة رايوس ما بين المنعطفين رايوس وأمير الصحراء رايوس وأمير الصحراء أدير الجمال مع سلمان العصم يأتي من الخارج الخيول دخلت إلى الخط المستقيم رايوس بسم الله ما شاء الله صبر كابريتشو يندفع الآن من الخارج صبر كابريتشو رايوس وأدير الجمال صبر كابريتشو رايوس وأمير الجمال صبر كابريتشو رايوس وأدير الجمال يا سلام صبر كابريتشو في المرتبة الأولى مع الخيال زنور يا سلام صبر كابريتشو بسم الله ما شاء الله انطلق مؤخرا استطاع أن يقلص الفارق ما بين المنعطفين واندفع في آخر حوالي 100 متر لينتزع هذا الشوط ريال جلمود ورشدان لحظات لتفتح الأبواب ومنها ستقلع هذه الكوكبة لأمهار جيل الثلاث سنوات مواليد عام 2014 فئة أولى وفعلا إخواني ينطلق الشوط الثامن على بركة الله بسم الله ما شاء الله أربعة مشاركين في هذا الشوط برهان مع الخيال سلمان العصم متصدر المجموعة من البداية جلمود المبين بالمراتب الثانية مع علاء غريفات بسم الله ما شاء الله الأمهار في مجموعة واحدة بالمراحل الأولى من السباق رشدان بالمراتب الثالثة مع ياس أبو جبل ثلج الريال بالمراتب الرابعة يترقب من الخلف مع سالم العقبي برهان ما يزال متصدر المجموعة مع سلمان العصب يا سلام يا سلام يا سلام جلمود المبين ما يزال بالمراتب الثانية الأمهار الآن خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم برهان جلمود المبين ثلج الريال يندفع الآن من الداخل مع سالم العقبي رشدان أيضا يندفع يا الله الآن برهان يا بالتنازل عن المرتبة الأولى برهان بسم الله ما شاء الله برهان بالمرتبة الأولى مع الخيال سلمان الأعصم ثلج الريال بالمرتبة الثانية مع الخيال سالم العقبي جلمود المبين بالمرتبة الثالثة مع الخيال على غريفات وفعلا إخواني ينطلق الشوط التاسع على بركة الله دام صحر سنابل الفانتوم وإكسترا بيسان بسم الله ما شاء الله صحر متصدر المجموعة مع سلمان الأعصم سنابل الفانتوم بالمراتب الثانية مع الخيال زنور دانا بالمراتب الثالثة مع وسيم جواميس الأفراس في مجموعة واحدة بالمراحل الأولى من السباق هاي الأفراس تدخل إلى المنعطف الأول صحر ما تزال متصدرة المجموعة سنابل الفانتوم تلتحق بها الآن سنابل الفانتوم ما تزال بالمراتب الثانية دانا تندفع مع وسيم جواميس ما بين المنعطفين بسم الله ما شاء الله الأفراس دخلنا إلى الخط المستقيم صحر وسنابل الفانتوم بنزاع على المرتبة الأولى لكن بسم الله ما شاء الله صحر مع سلمان العصم تابع التنازل سنابل الفانتوم تندفع بالأمتار الأخيرة سنابل الفانتوم وصحر سنابل الفانتوم وصحر صحر بالمرتبة الأولى مع سلمان العصم سنابل بالمرتبة الثانية مع زنور ودانا بالمراتب الثالثة مع الخيال وسيم جواميس لحظات لتفتح الأبواب أمام خيول المجموعة العاشرة وفعلا اخواني ينطلق الشوط العاشر على بركة الله بسم الله ما شاء الله يا سابو جبل على صوت غفران متصدر المجموعة من البداية بل هو سالم العقبي مع حرب بالمراتب الثانية عطر بالمراتب الثالثة مع الخيال السائر الخيول في مجموعة واحدة بالمراحل الأولى من السباق
بسم الله ما شاء الله. سالم العقب الآن يدفع مع حرب وهو متصدر المجموعة. أي صبو جبل مع غفران بالمراتب الثانية. عفر الآن يندفع بالمراتب الثالثة مع الخيال سائر سواعد. الخيول ما بين المنعطفين تدخل الخيول الآن إلى الخط المستقيم. والخط المستقيم يا سامر يا سامر إن شاء الله يا سامر. السرقة ايوه اذا اخواني سالم مع العقبة على صارة حرب تصدر المجموعة. يا صابو جبل مغفران بالمرتبة الثانية وعفر بالمراتب الثالثة مع الخيال سائر. بسم الله ما شاء الله صوت رائع وجميل وفعات غير جميل. حط جيبك يا عمي لو وصل إخواني. ينطلق الشوط الحادي عشر على بركة الله. بسم الله ما شاء الله. هادية متصدرة المجموعة مع زنور. سالم العقبي مع سينا بالمراتب الثانية. حماد حجيرات بسم الله ما شاء الله مع ديزر سينك الآن متصدر المجموعة. ديزر سينك مع حماد متصدر المجموعة. هادية بالمراتب الثانية مع زنور. سالم العقبي مع سينا بالمراتب الثالثة. الخيول في مجموعة واحدة في دخولها الى المنعطف الاول. ما يزال ديزر سينك محمد متصدر. زنور يحاول على صهوة هادية. سينا تحاول مع سالم العقبي لتقليص الفارق. الخيول ما بين المنعطفين. الخيول الان تدخل الى الخط المستقيم. يا سلام ديزر سينك محمد حجيرات ما يزال متصدر المجموعة. هادية تندفع من الخلف مع زنور. سينا تندفع مع سالم العقبي. ديزر سينك وهادية. ديزر سينك وهادية بنزاع على المرتبة الأولى. ديزر سينك وهادية يا سلام. ديزر سينك وهادية. هادية بالمرتبة الأولى والخيال زنور. ديزر سينك بالمرتبة الثانية مع الخيال حماد حجيرات. وبالمرتبة الثانية سينا. ثالثة سينا مع سالم العقبي. لحظات تفتح الابواب وفعلا اخواني ينطلق الشوط الاخير شوط نسك الختام. شوط الكبار العمالقه وحضار سبيد تاور متصدر المجموعه. مشتاق بالمرتبه الثانيه. الرئيس بالمراتب الثالثه. وهاجم يترقب بالمراتب الرابعه. بسم الله ما شاء الله. الخيولات المراحل الاولى من السباق. الخيول في مجموعه واحده. ما يزال سبيد تاور متصدر مع زنور. مشتاق بالمراتب الثانيه مع سلمان الاسم. الرئيس بالمراتب الثالثه مع ياس ابو جبل. وهات جونيور مع عمر ما يزال يترقب بالمراتب الرابعه. الاحسن ما بين المنعطفين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سبيد تاور الان يدخل للخط المستقيم وما يزال متصدر المجموعه. سبيد تاور ما يزال متصدر المجموعه. سبيد تاور ومشتاق. الرئيس يندفع من الخلف. بسم الله ما شاء الله. سبيد تاور سبيد تاور سبيد تاور بالمرتبه الاولى مع الخيال زمير. سبيد تاور يتربع على عرش هذا الشوط. سبيد تاور انطلق اولا. وتربع على عرش هذا الشوط بكل جدارة سبيد مع الخيال زمور.